اهلا بيكم. نتكلم النهارده مع بعض سلسله جديده اسمها نصيحه كارير، هنتكلم فيها عن بعض المشاكل والحاجات النصايح اللي ممكن تفيدنا في شغلنا بطريقه عمليه وواقعيه. اول حاجه بنتكلم عليها النهارده ازاي تتعامل مع زميلك الحرامي. يمكن اغلبنا في الشغل وقع في المشكله دي، بتقول فكره، بتقترح شيء معين، بتشتغل حتى في جروب مع ناس تانيه، وحد بياخد فكرتك في النهايه ويوضحها ويبروزها كأنه هو اللي قالها، وغالبا بيبقى مديرك او شخص تاني منافس ليك. ازاي اتعامل في موقف زي كده باقل الاضرار وبشكل شيك ومحترم وبروفيشنال؟ وده اللي احنا هنحاول نفكر فيه مع بعض. اول حاجه في موقف زي كده، اهدى ومتسرعش وحافظ على هدوءك، لان اي قرار او اي موقف هتاخده متسرع ومتهور ممكن يوديك في مشكله اكبر. ما تحاولش ان انت تتنرفز ولا تتعصب ولا تزعق عشان تاخد حقك. طب ايه الحل الكويس اللي مفيهوش نرفزه، الهادي الراسي الحلو؟ ان حضرتك تواجهه بهدوء. المواجهه دي ممكن توفر عليك مجهود كبير جدا، ممكن يكون الشخص ده ما يقصدش، وفي الحاله دي هيعتذرلك وهينتهي الموضوع وخلاص. لكن لو افترضنا سوء النيه، انت هتواجهه بشكل مباشر. لما هتواجهه بشكل مباشر هيبان ساعتها الموقف. هتقول له ايه بقى؟ مش هينفع تروح تقول له انت ازاي تسرق فكرتي، انت ازاي تاخد حاجتي اللي انا عملتها، انت ازاي تسرقني، ده مش هينفع. لكن الصح انك تحاول تسأله. الاسئلة هنا هتنقل العبء النفسي اللي عليك عليه، فهتبتدي تقول له انت ايه مصادرك للحاجة الفلانية، انت ازاي فكرت فيها، مين ساعدك، ازاي صيغتها بالشكل دوت. كل الاسئلة دي انت يعني بتحاول تزنقه فيها وتحطه في كورنر، والاسئلة دي هتبتدي يفهمه ان انت فاهم هو عمل ايه كويس ومدرك ان هو عمل معاك مشكلة كبيرة. الشخص ده لو هو حتى نفى وانكر، هو بعد كده هيفكر مليون مره قبل ما يعمل معاك نفس الموقف، لانه عارف ان انت مش تسكت ومش هتخاف من المواجهه. طيب كده احنا خلاص عرفنا ازاي هنواجه وازاي هنثبت موقفنا، لكن ايه اللي يخليني يضمن لي بقى ان الحاجه دي ما تتكررش تاني بنفس الشكل؟ مبدئيا كده اتصرف زي ما الراجل بيروح اللي بيعمل عمل ابداعي او بيخترع شيء يروح يسجله في الشهر العقاري. سجل فكرتك في الشهر العقاري. ازاي؟ دايما حاجتك تحاول تبقى دوكيومنتد، يعني بايميل او ببرزنتيشن او بدوكيمنت معينه، بحيث ان انت تحافظ على الحاجه اللي انت عملتها في حاجه ليها وقت وليها تاريخ وليها الناس كلها عارفه ان انت اللي عملتها في البدايه. لو ما قدرتش تعمل كده والموضوع كان فكره، الفكره دي ما تيجي تتكلم عنها ما تتكلمش عنها قدام فرد واحد، اتكلم عنها قدام جماعه. الشخص اللي بيسرق فكرتك ده هيتكسف جدا انه يسرق الفكره وهو عارف ان انت قلتها قدام ناس كتير. كده هيبقى الموضوع صعب، لان في شهود عارفين ان انت اللي قلت الفكره دي الاول. حاجه كمان، ان حد يقلدك وياخد فكرتك ويسرق منك مجهودك، دي معناه ان انت ناجح جدا جدا جدا، والمفروض ما تزعلش، بل بالعكس المفروض تفرح، لان دي حاجه معناها ان انت ماشي في طريق الصح. الشخص اللي بيسرق فكرتك ده ضعيف، معنى انه بيسرق فكرتك انه مش قادر يطور فكره من نفسه. وخلي بالك لو خد مجهودك المره دي مش هيعرف يعمل كده المره الجايه، ولو معرفش يعمل كده المره الجايه هيقف، وانت كده كده مكمل وبتحاول تواظب على ان انت تطور نفسك، وده المهم في الموضوع. ما تخليش ابدا الموضوع زي كده يحبطك ويوقفك انك تطور نفسك دايما وباستمرار، وتحاول دايما تدي افضل ما عندك. لكن هو في الاخر بيسرق فكره مره، مره التانيه مش هيعرف، مش هيقدر يستمر بالشكل ده. صدقني مع الوقت هيبان وهيكشف كل واحد حجمه ايه ويقدر يعمل ايه. مهما حاول يداري او مهما حاول يبين نفسه بشكل اكبر من حجمه، مش هيعرف يحافظ على الموضوع ده. فحتى لو انت اتظلمت مرة، صدقني الوقت هيبين والوقت كفيل ان انت تبقى صاحب الحق. مستني تعليقاتكم واضافاتكم، وقولوا لي الموقف ده لو حصل لكم قبل كده اتصرفتوا فيه ازاي وعملتوا ايه، عشان نقدر نتعلم سوا مع بعض نعمل ايه لو حصل لنا نفس الموقف ده. شكرا ليكم.